واحدة من المواقع التي استهدفتها إسرائيل بشكل واضح، كما كشفت طبعا الأقمار الصناعية الخاصة بالأسوشيتد بريس هي التي نشرت هذه الصور، كشفت أن هذا المبنى الذي استهدف محمي على المستوى التضاريسي كما نلاحظ، مبني طبعا بشكل خاص من قبل الجانب الإيراني لكي يحتمي من أي صواريخ بعيدة المدى متوسطة المدى قادمة من الأجواء العراقية، قد تكون حتى من الأجواء في العاصمة الإيرانية طهران. وواضح جدا أن هنالك حماية كبيرة لهذا المبنى مثله مثل المباني الأخرى التي شاهدناها قبل قليل على مستوى شرق طهران. برأيك سيدي الكريم، هذا المبنى استهدف وهو محمي بهذا الشكل، هل تعتقد بأن إسرائيل ممكن أن تستهدف هذا المبنى دون اختراق الأجواء الإيرانية، أم هذا يرشح فعلا أن إسرائيل اخترقت الأجواء الإيرانية وضربت هذا المبنى في نهاية المطاف؟ أي واحد يقول لي ويدعي ويزعم أن الطائرات الإسرائيلية وخصوصا F-35 لم تخترق الأجواء الإيرانية فأنا لا أصدق به، لا أقول أكثر من ذلك. من جهة، وهي وصلت إلى طهران وإلى شرق طهران حسب التقارير الروسية عن طريق عن طريق الرادارات الروسية، فمن المؤكد أنها اخترقت. هذه من جهة. من جهة أخرى، كل الطائرات الإسرائيلية التي اشتركت في الضربات هذه أو الضربات السابقة والتي ستشترك في الضربات القادمة تحمل من المغذوفات الدقيقة المسيرة بدقة عن طريق أو باستخدام أنظمة GPS، فهي تأتي على النقطة، وهذا ما شهدناه وتلمسناه في الحربين على العراق، حرب 1991 وحرب 2003. فتأتي المقذوفة على النقطة وليس على مجموع البناية مثلا. ونحن نرى الطائرات الإسرائيلية بما فيها المسيرة الحاملة لقنابل خارقة الأعماق، هي تأتي على عمارة واحدة سكنية من كذا طابق، والعمارة لوحدها تسقط أو تدمر وتسقط على الأرض وتتحول إلى أنقاض. فكيف الحال بالنسبة للأهداف الإيرانية العسكرية؟ بالنسبة للحماية، الحماية من كل الاتجاهات صحيح نعم، ولكن عن طريق يعني الحماية لأغراض الطائرات التي تنقض مباشرة على الهدف وليس عن طريق المسيرة البالغة الدقة والمسيرة التي تعمل بنظام GPS، فهذه تأتي على نقطة. فإذا المشكلة بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للطائرات الأمريكية أصلا محلولة.